القطاع الشرعي او فعلا الشرعيه الثوريه هي نبع من الشعب ليس من المجلس العسكري او من اي مكان تاني. انا عارف عشان كده احنا عملنا حاجه اسمها المجلس الوطني الوطني مجلس المجلس الوطني المصري بيحاولوا يتجاهلوه. يعني عصام شرف بعت لطوب الارض يرشحه حكومه الا احنا، بس مطلوب مبادره برضه المجلس الوطني هو يتصرف. احنا بعتنا احنا باسم المجلس الوطني بكره رايحين بالعيال اللي انضربوا بوظيفه الشرطه العسكريه وهناخد منهم قرار بعدم التعدي، ولازم يطلع مكتوبه في الاذاعه والتلفزيون. لو ما عملوش كده بقى يبقى في كلام تاني. طب ماشي، وطنطا النهارده اتضربت برضه في طب عندك حد يجي لي بكره الصبح من طنطا؟ عندي اتضربوا يعني في حد على جسمه علامات يجي لي بكره الساعه 10 ونص الصبح فين حته حضرتك؟ خمسه شارع ابن مروان، خمسه ابن مروان الدور شارع ابن مروان على رايي من شارع النيل كده من بعد بيراميد دلوقتي ودي امر لينا وللبلد. انا رايي ان المجلس العسكري بيربي الشعب. اديني رقم الدكتور يا بالظبط كده، انا احس كده والله. بيقسموها اللواءات، كل لواء بيمسك حاجه دلوقتي، كل لواء بيمسك شركه واللي بياخد دوائيه. بحضرتك ومعاك الاستاذ بتاع التحرير، انت بقى بدات تتكلم كلام منطقي جدا. تشكلوا وزاره تتعمل طالما مش هو الحكومه. احنا منتظرين عصام شرف هيعمل ايه؟ ما احنا اتفقنا على الخط، وعلى الاقل الخط هو لا هو هيقدم وزاره يوم الاثنين. لقينا الوزاره دي ضد طموحات اهداف الثوره، هنديها فرصه. لقينا اسماء بقى من اللي بالك فيها هنقلبها ضدها. اسال حضرتك سؤال، على عرض على حضرتك كام وزاره من ميدان التحرير؟ عرض على حضرتك وزاره واحده؟ لا. طب رايح بيتفاوض مع الاخوان المسلمين اللي بيغدروا كل مره من الناس ويضربوهم في ظهرهم وينسحبوا بيعرض عليهم وزارات، ده كلام في عقل ده؟ اللي انسحب بيعرض عليه وزارات واللي قاعد مضحي بعمره وبوقته وما بيسالش فيهم؟ دي بقى دي حسن نيه؟ احنا بقى ايه؟ احنا قلنا عايزين نبقى حريف. ننتظر ليوم الاثنين لما يعلن الوزاره. يوم الاثنين هو ما عرفش على حضرتك اي حاجه. ننتظر يوم الاثنين اشوف. يا دكتور احنا وقت ما يعرف ليه وقت ما يعرف. امال فين وعوده؟ قال لك لو انا قعدت سنار يا سيدي هرجع له فرصه ليوم الاثنين ونشوف اللسته. احنا مكملين قاعدين مش هيقعدوا يرضوا مش هيقعدوا برضه. انا بقترح حاجه، اتفضل. بقترح عشان ما نكفرش الناس منا، الجماعه المسؤولين عن امن الميدان يسمحوا بمرور اللي جاي من عبد المنعم، ميدان عبد المنعم لقصر النيل تحت رعايه احنا اللي نفتح واحنا اللي نقفل من الساعه 7 صباحا للساعه 5. الناس تتعرض مخاطره حضرتك امنيه على الناس وعلى اللي موجودين؟ لا بالعكس، ده على فكره احنا مش البلد مش مشلوله بالقدر اللي بيصوروه. يعني ناحيه ادبيه، ناحيه رمزيه. كفايه انك فتحت لنا هتكسب تعاطف اكتر من كده. كفايه المجمع هتكسب يعني اللي جاي تعاطف الشعب. انت عايز تكسب تعاطف الشعب؟ عايز اقول لهم احنا معاكم، انا عاوز تعاطف شعب. بالضبط اللي تقرروه اوكي، بس بما اننا قررنا نستمر فترة أطول هنقول إيه؟ يطلع بيان من الميدان. أنا مش هطلعه، الشباب أنا لا أشرع، أنا أنفذ ما تتفقوا عليه. يطلع بيان من الميدان إن هيتفتح المرور في اتجاه عبد المنعم رياض لإيه؟ لقصر النيل من الساعة 7 للساعة 5. لا القصر النيل يعني نفتح. شوف الطريقة اللي تقدروها بحيث ناحية رمزية ان احنا متعاطفين مع الشعب. طيب لو اتاكدنا ان مفيش اي بادرة حسن نوايا، اظن التفاوض يبقى واقف مع عصام شرف. يوم الاثنين بقى بان النوايا لو عملتوها بكره وناويين نستمر وجت الزوارة السيئة نروح قافلين، يبقى احنا قفلنا عشان الوزارة. صح، يبقى في حاجة نعملها. انت لازم انا واحد انا بقترح ولا اشرع، انا انفذ. مش هنتكلم من بره لو سمحت. انا في الحاله دي مش هنتكلم من بره. التفاوض يكون تفاوض على مش هنتكلم بعد كده. وزاره الدكتور عصام شرف بالكامل تمشي. ما هو لو التشكيل ده طلع غير راضيين عنه هو لازم يمشي. فرصه ما انا كنت ده هدفنا ان احنا جينا. ايوه بس اعملها في حرب. كفايه بقى يا استاذ. ثواني يا دكتور، حته شرفيه اكتر. ثواني يا استاذ. يا عم دكتور يا استاذ. دور يا استاذ. دور يا استاذ. محدش يتكلم بعد كده. عاوزين حرفيه. عايز يا مؤمن. ايه ده يا مؤمن؟ ايه ده مؤمن لما يجي دورك؟ قول بقى مشكلتك. بس يا جماعه بص معلش. والله يا دكتور. يلا يا استاذ. ايوه يلا يا عم خلص.
راي حضرتك في اختيار الدكتور علي السلمي وحازم بلاوي نواب لرئيس مجلس الوزراء؟ والله انا اقول لك الراي اللي سمعته، رايي انا مش مهم. كل الناس او يعني 90% من الناس مبسوطين من حازم بلاوي، بس ناس كتير جدا مش موافقه على علي السلمي على اساس ان هو يعني جاي من 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 وفد وله خلفيه معينه، وكان قبل كده برضه في الحكومه ما كان وزير، هو كان وزير سابق، فلا يتفق مع مخدرات الامور ان احنا مش عايزين حد من النظام السابق. ده الاراء اللي سمعتها. الموافقه والتوافق على حازم ببلاوي وعدم التوافق على علي السلمي. اتفضل انت يا دكتور. دلوقتي انا واخد دوره في الانتاج الحربي. ماشي. دخلت الدوره دي في صنعه محركات الديزل وكمبيوتر الراي. خدت الدوره دي بامتياز. طبعا لما جيت عشان اشتغل في الانتاج الحربي قالوا لي احنا هات لنا جواب من الوزير ان بتعينك ان انت تشتغل في الانتاج الحربي. فطبعا الوزير كان منع اي حد يخش الانتاج الحربي كده الا ما ياخد الدوره الاول. ماشي. فطبعا رحت وزاره الانتاج الحربي بالورق والمستندات اللي معايا، قالوا لي استنى لما دورك يبقى يجي. لغايه دلوقتي حضرتك انا مش انا بقى لي دلوقتي 3 سنين حضرتك واخد الدوره دي من 3 سنين 2008 كان زماني متعين. يعني دي برضه نفس المشاكل اللي هي الخاصه اللي هي بصراحه يعني هتتحل لو عندنا وزاره اللي عندها قلب، لو عندنا وزاره تعرف يعني ايه عداله اجتماعيه. مش هنقدر نتكلم على حاله خاصه، احنا عايزين وزاره هي بنفسها تحل مشاكلك ومشاكل غيرك. طب ما هو يا فندم دلوقتي في ناس اتعينت بالوسائط ايام النظام السابق. مفيش اليه عندنا ان نقدر نتفق بيها، مفيش. ما احناش حكومه ولا احنا سلطه، انما لو جبنا وزاره فعلا من رحم الشعب الكلام ده كله هيتحل. اتفضل يا استاذ. سؤال عام يا جماعه. يا دكتور ممدوح. عايزين اسئله عامه. احنا عايزين مطالب فوقيه يا جدعان، مطالب خاصه مش عايزين. دي حاجه يا جماعه، دي واحده اسمعوني بس عشان حاضر. ايه ده؟ دي حاجه مهمه لنا كلنا. البطاله. ايه؟ حل مشكله البطاله زي الشاب اللي مش لاقي شغل ده. دلوقتي اللي بيخرج من المؤسسات بتاعت الجيش، مؤسسه الجيش، مؤسسه الشرطه. في سن ال 50 سنه او ال 55 سنه بيعد عينه تاني ويخش مؤسسات الدوله، يقوم ياخد معاش من الجيش ويشتغل تاني في مؤسسات الدوله وياخد مرتب. اذا بياخد مرتب من المعاش وياخد مرتب من مؤسسات الدوله. اجمالي كام تاني؟ بيخش له 7000 جنيه في الشهر. يعني لو بصيناها على ميزانيه الدوله طيب تشكل كام مليار؟ ده مهم قوي. كتير. زي الشاب الصغير ده مش لاقي شغل. احنا معانا زي الشاب الصغير ده. خلاص اقعد ده خلص. بس لا معلش نقطه. طب ماشي مثلا عشان نبقى منطقيين. ثواني بدون قطع كلام. احنا معانا من حسن الحظ الاستاذ هاني الحسيني، وهو راجل خبير ماليه يقدر يحسب دي الناس اللي هم جاي طالعين من الشرطه والجيش ومن القضاء. تمام. يعني اللي هم بيعدوا وظيفهم ياخدوا معاش وبياخدوا مكافاه ومرتب، دول يمثلوا كام في البدايه؟ تقدر تحسبها لنا؟ لا حاليا طبعا علشان ابقى تقريبا يعني بالتاكيد بيمثلوا نسبه ما لا تقل عن حدود تقديري. لو بند الاجور في الدوله بيساوي حوالي 115 مليار جنيه. ايوه. هذه الفئات مش هتقل عن 10% او الى 15%. يعني بتتكلم في 10 مليار. لانه دي كانت تخيل بقى ال 10 مليار دي تعمل ايه؟ ترفع الحد الاجور ل 1200 جنيه. بالظبط. والشاب ده اشتغل يا دكتور، الشاب ده اشتغل. وده يشتغل. يبقى طب خلاص انا فهمت. ده من الجيش بيخرج يعاند عينه تاني. فهمنا. معلش. لا ما تعيش. انت بتعيش. طب انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ يا عم انا عم كنت من اول الجمهوريه يا اخوانا. انا بشوف يا عم انا كنت علمي. انا فهمتك من اول ما تقولها. خلاص انا كده خلاص عشان موضوع البطاله. اتفضل حضرتك ثواني. والله يا جماعه انا عندي بس كده وجهه نظر عايز تسمعوها. يعني ممكن لحد ما يعيدش الكلمه مرتين على اساس الجماعه دي فاهمه برضه الموضوع نفسه. الموضوع نفسه ما يتعدش. اتفضل. يا ريت تسمعوني بس يا جماعه. في انا عندي وجهه نظر في حكايه المشير. انا عندي احساس كده بان حكايه المشير ديت ان هو عمل اتفاق مع حسني مبارك ان هو يتنازل عن الحكم ومش هيضرب الشعب، وان هو يتنازل عن حكم حسني مبارك مقابل ان حسني مبارك يتامن لا يتحاكم ويموت على ارضه ويموت سليم وتتعمل له
بنزعه عسكريه. انا اعتقد ان الثوره مش هتبتدي غير من يوم وفاه حسني مبارك. دي هو السيناريو اللي انا حاسه وكل الحركات اللي بتعمل دلوقتي. اتفضل حضرتك. النقطه بتقول لا خلاص رد عليه. الكلام ده تداول، الكلام ده ناس بتقوله. لو كان كده عاوزين يطلع المشير طنطاوي يقول انا عشان انقذت الشعب المصري ما يخشش في دور ليبيا او دور سوريا انا عملت كده. في هذه الحاله الشعب المصري قرر. لو كان ده اللي اتعمل ده كان لصالحنا نقول له والله نحاكمه، وبعد ما نحاكمه نحاول نطلب عفو ليه، بس لا يحرم من المحاكمه، لا نمنع من المحاكمه، نعرف اتحكمنا ازاي لمده 30 سنه. وممكن الشعب المصري الكريم يقول له والله يعني اديك قاعد ممنوع يتحط تحت الايه اسمها ايه الخامه الجبريه يعني. انما ايه لو كان هناك اتفاقيه اتعملت عاوزين نعرفها، مهما كانت نوعيه الاتفاقيه يجب ان تتم المحاكمه مهما كانت الظروف. المحاكمه لو ما كانش كده يبقى المشير عمل اتفاقيه يبقى ينسحب ويحط واحد من رجالته ويقول والله يا ريس انا مش قادر انفذ الاتفاقيه. ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله بقى عشان واحد بس نضيع البلد؟ انا حاسس ان السيناريو اللي اتعمل ده هو انا عندي احساس ان مفيش اتفاقيه. لا في اتفاقيه. بقول لك انا اقول لك في ضغوط من امريكا ومن الخليج. الخليج السعوديه بالذات. والسعوديه. يبقى انا بقول لك ما افتكرش ان طنطاوي هيعمل اتفاقيه ضد صالح الامه، انا اشك في ذلك. ما يقدرش. انما عليه ضغوط من امريكا وعليه ضغوط من السعوديه وتلاقيه بيبص لعنصر اخر لو في تمويل، انا مش عارف ايه بالظبط. انما عاوزين نعرف الحقيقه. الحقيقه نعرفها امتى؟ وانا قلتها 3 اغسطس. في 3 اغسطس لو كان في تاجيل تاني لا لو كان في تاجيل يبقى ما بديهاش، يبقى كلامك صح. يبقى المشير لازم يطلع لامه ويقول لكم انا اتورط وانا ماشي. صدقني وفي تاجيل. لو اتورط يقول انا ماشي. قول الحقيقه قول الحقيقه. اقسم بالله وفي تاجيل. في تاجيل. اه والله. في تاجيل؟ اه والله. كلنا متاجلين. ايه؟ انا مش هستنى حضرتك يا دكتور. انا سعيد عشان خاطر الشاب الصغير ده. وعاد تعيين الناس اللي انت عارفها دي عشان بطاله. مشكلته البطاله. انا جاي من البلد عشان اقول لك انت بتقول انا فاهم الكلام. وخدت عنوانك معايا انا خلي بالك. مش البطاله بس يا بيه. انا بطاله. الناس اللي بتاخد في الشهر مليون و2 مليون. انا عندي ميعاد هام جدا القعده، ما احنا جايين بكره تاني في نفس المكان في نفس الوقت. لا انا بكره في سمنود. مؤتمر شعبي في سمنود. طب اجي لك بقى معاك في مؤتمر هناك وافتتاح معرض كتاب. طب انا جاي مع حضرتك سمنود ولا بالاس؟